بدأت بوادر التضامن والتآزر ما بين المغاربة تظهر اليوم السبت ولو على المستوى الافتراضي بسبب جائحة كورونا، بعدما عمم مغاربة على تويتر من خلال هاشتاغ أنا متطوع لبلادي اللي احتل صباح اليوم المرتبة الأولى في ترند تويتر. وأبان المواطنون المغاربة على تويتر عن روح تطوع عالية، وهم يقترحون أنفسهم لمساعدة عائلتهم الكبرى المغرب قبل عائلاتهم الصغرى. واقترح المتطوعون كل حسب تخصصهم مد يد العون لإخوتهم المغاربة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد اللي ضرب العالم وشل حركته الجوية. وعرفت الدعوة الافتراضية تجاوبا كبيرا بين مغاربة تويتر اللي شرعوا في مناقشة سبل وتفعيل هذه الخطوة التضامنية.